السلام عليكم، ايه الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا بخير. كلامنا النهارده هيكون يعني بقى عن طائر شويه، نخف شويه من الاسترالي والكوكاتيل والكناري، ونتكلم النهارده عن الروز. الروز انا ساعات سالت عنه كتير، ازاي بتقدري تميزي ما بين الذكر والنتايه وبياكلوا ايه والنسب الاكل ايه والعش بتاعهم ايه. طيب نتكلم عن حاجة حاجة كده. كلامي بصوا هيكون عن الاتنين في حاجة نقطة واحدة بس، وبعد كده الحاجة دي هتمشي بقى، ويبقى كل المواصفات اللي هقولها تنطبق على الروز والفشر. الاختلاف الوحيد اللي ما بين الروز والفشر هو الجفن. الروز ملهوش الدايرة اللي حوالين العين، تمام؟ ملهوش الجفن الابيض اللي حوالين العين، ده الروز. ايا كان لون الروز ايه هو، الروز دي طفرات وانواع كتيره قوي قوي، ولكن الفشر ليه دايما يعني مش دايما، هو كده حوالين عينه جفن ابيض، يبقى ده الايه الفشر. الروز ملوش كده. اما بقى اللي هقوله دلوقتي بينطبق على الروز والفشر. طيب هعرف ازاي الذكر من الانثى او النتايه من الذكر؟ بصوا يا جماعه، النتايه في الغالب يعني انا بعرفه من سن مثلا شهرين ونص ثلاثة، لان العظمه خلاص بتاعت الحوض بتبقى بتبتدي تظهر، فانا يعني بحكم خبرتي المتواضعه بقدر اقول ان دي نتايه من عظمه الحوض. لو مسكنا الطائر وقلبناه على ايدنا كده هنلاقي ان العظمه بتاعت الحوض عند النتايه ممكن تكون واسعه شويه، ده في السن صغير واسعه شويه. اما لو هي سنها كبير يعني عمر مثلا خلاص 8 شهور، لان هما الروز والفشر ممكن نجوزهم من 8 شهور فيما طالع، تمام؟ لو متاسسين كويس. طيب عظمه الحوض عند النتايه البالغه هنلاقيها واسعه قوي، يعني هنلاقي ممكن مثلا لو حطينا صباعنا كده اللي هو الجنب الكبير ده، معرفش بقى انا بنسى اسمه ايه، ممكن يعني تدخل سنه صغيره. اما ونلاقيها طريه، المنطقه دي طريه اللي هي الجزئيه اللي ما بين الصدر والصدر وما بين العظمه دي، هنلاقيها طريه شويه، تمام؟ بتاخد وبتطلع وبتدي معايا وواسعه العظم. ليه دي؟ علشان النتايه البيض والكلام والبيض بيبقى المخرج ده بيبتدي يدي ليونه شويه، بيوسع وبيضيق مع خروج البيضه. العكس بقى مع الذكر، هنلاقي العظمتين دول او الشوكتين دول ضيقين جدا جدا، يعني صبعي ما يعني ما فيش ما ينفس منها، ونلاقي المنطقه اللي هي فوق العظمه شويه دي ناشفه والجلد بتاعها دي تخين، لان ده ذكر فما عندوش خاصيه ان هو البيض والكلام ده كله، تمام كده؟ تمام. نيجي بقى لنقطه برضو مهمه قوي قوي، بس دققوا فيها حلو. يعني النتايه لما تبصوا للديل بتاعها تلاقوه كذا ريشه كده جايه بالعرض، عامله مشرشره شبه السبعات تمانيات، سبعات تمانيات، او بالانجلش شبه الدبليو، حرف الدبليو، كذا ريشه طالعه سبعه تمانيه كده، حرف الدبليو او ايه مشرشره سبعه تمانيه سبعه تمانيه، تمام؟ عند الذكر الريش بتاعه بتاع الديل في الاخر خالص اللي هو على حرف الفي، شبه حرف الفي سبعه لفوق، تمام؟ حرف سبعة. فده اختلاف ممكن احيانا يعني بنلاحظ ان ممكن نتايات نلاقيها او ذكور نلاقي ان الديل فيه ريش شوية، ولكن لو دققنا فيه قوي 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 لا هنلاقيه ذكر، لان هو لما تلم الريش على بعضه برضه هيكون حرف الفي او حرف السبعة، تمام؟ طيب نيجي لنقطة تانية، ان المخرج عند النتاية ممكن نلاقيه عامل زي الشرطة مشروطة. الذكر لا، الذكر هنلاقيه دائري. الشرطه دي جايه من ايه؟ جايه من ده الكلام ده في الطيور البالغه، ماشي؟ ممكن نلاقيها عند الطيور البالغه. النقطه دي مش هنلاقيها قوي قوي في السن الصغير قوي من النتايات الصغيره، تمام؟ ليه؟ لان مفيش ما حصلش اخراج او ما بضتش، مش اخراج يعني خروج للبيض، فما بضتش، فالجزئيه دي ما اتشرطتش او ما بقتش واسعه كده. عند الذكر هنلاقيها دائريه، تمام؟ الراس عند النتايه هنلاقيها جايه دايره على طول، ماشيه على طول، يعني ما تحط ايدك كده او ايدك على راسها تلاقيها ان هي دايره ماشيه بصبعك دايره على راسها. الذكر هتلاقيه له في ليه قوره فوق المنقار والعين، هتلاقي صفحه كده قوره، وبعدين جايه الراس، وبعدين تنزل تاني نازله من شويه، وبعدين باقي الجسم، تمام؟ النتايه لا، النتايه من اول المنقار لاخر الرقبه من ورا دايره، نص دايره مره واحده، تمام؟ طيب
حركة النتاية بتبقى أقل شوية من الذكر. الذكر بيبقى مهايبر أكتر في القفص، بيقف على الوقفة لو جاهز وعايز يكسر ممكن نلاقيه متحفز قوي، وممكن نلاقيه بيفرد جناحاته باستمرار وبيشب كده عن مكانه، ودايما بيبقى مشاغب في الغالب يعني جوه القفص. هنا بصوا عايزه اقول لكم على حاجه، هنا البياضه، احنا كده خلصنا الفرق ما بين الذكر والانثى، فاضل لنا الوقفه على الوقفه، ولكن بنختلف برضو في الوقفه. في الوقفه هنا الحجم اللي مفروض يكون عندنا البياضه بتاعتنا بتاعت الروز او الفشر شكلها ايه؟ لازم تكون يا جماعه بالحجم الكبير اللي زي ده، اللي هو الوسط، اللي هو قبل بياضه الكوكاتيل. يعني ممكن احنا بنجيب بياضه الانجليزيات وبنستخدمها للفشر او الروز، تمام؟ طيب لازم يكون حجمها كبير كده، حلو كده. طب نيجي بقى على مواد التعشيش، عندنا اكتر من مواد للتعشيش، عندنا الكارينا اللي زي دي اللي احنا بنستخدمها للزبرة، ودي بنجيبها من عند، انا بجيبها من عند المنجد بتاع الصالونات، او لان ده بيبيعها بالكيس الكبيره، الكيس تقريبا ب 15 جنيه، قعدنا 3 4 سنين يعني فينا وحيك ربنا، بناخد منه شويه بنقصهم مثلا بالكتير قوي 5 سنتي، اخد مجموعه اقصها 5 سنتي وبحطها في ارضيه القفص، وهم بياخدوا من الكارينه دي وبيحطوها جوه البياضه لو كانوا جاهزين. يا اما حاجه تانيه، هما بياخدوا بقايا اللب بتاعهم اللي بيقشروه بيقعدوا يقزقزوه ده، بياخدوه برضو بيعشوا بيه، بيعملوا بيه العش جوه. في حاجة تالتة، وهي دي سلاح بقى، مش سلاح، حاجة بتنفعنا في حاجتين. لو انت مش متأكدة، وانت مش متأكدة ان دول ذكر او نتاية وكونوا جاهزين، انت جايباهم او جايبهم متقلك ان هما جاهزين، حط ورقة كراسة جوه القفص وسيبهم وشوف هما هيعملوا ايه على طول. لو فيهم ذكر ونتاية هتنزل النتاية على طول، هتقعد تقصقص الورق ده بطريقة رهيبة احسن من اي مقص، شوفوا منظر حلو جدا، هتحطه تحت الجناح بتاعها وتدخل طيران على العش بتاعها وتبتدي ان هي تحط مواد التعشيش. لو حطيت لهم الكارينة او الورق او حاجة خشب كده، عود خشب كده، فرع شجرة ولا حاجة، هتلاقوهم شغالين زي المنشار وبيفرعوه ويعملوا منه قصائص قصائص ويخشوا جري جري ويحطوه جوه البياضة، وان شاء الله يعيشوا ويطلعوا اللي ربنا قاسم بيه من البيت. اكلهم يعني بصوا، في بياكل فلاريش وبالكم، في بياكل بالكم بس، في بياكل بالكم ولب بس، انا باكل فلاريش وبالكم ولب. الفلاريش والبالكم الخلطه بتاعتنا العاديه خالص، واللب بحطه مرتين في الاسبوع، وحاجه بسيطه جدا جدا لان هما بيعشقوا اللب. الوجبات بياكلوا كل حاجه الحمد لله عندي، وانتوا بتشوفوا طبعا المشتركين عندي في القناه واللي بيشوفوا قناتي عارفين ان انا باكل الوجبات الطريه يوميا مرتين في اليوم وبنوع فيها. يدخلوا بقى شوفوا في القناه في وجبات كتيره قوي 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 للوجبات الطريه، وكلها مفيده لكل انواع الطيور، ولكن ادام بقول لكل انواع الطيور يبقى تمام، يبقى بس هناخد بالنا من الكميه. الروز والفشر ما بياكلش قد الكوكاتيل، ما بياكلش قد الزبره، ما بياكلش نفس الكميه بتاعت الاسترالي والكناريا، فنخلي بالنا واحنا شغالين مرتبين دماغنا لو احنا عندنا اكتر من نوع شغالين معاه من الطيور بتاعتنا. هم بعد ان شاء الله بعد ما بيخشوا العش بقى ما بتشوفهمش، ودي مشكله طيور الحب او الروز والفشر، ان هم قليلين جدا جدا جدا، بيحبوا قوي كنه في العش وما بيطلعوش منهم، يعني بقى ما يعيشوا، يعني انتوا بتتبسطوا بيهم، احنا بنتبسط بيهم في الفتره دي، بمجرد ان هم ما هيعيش مش هتلاقوهم بره خالص. خدوا بالكم بقى من حاجه، الروز والفشر اجدع ناس في الهروب، فخلي بالكم من النقطه دي كويس جدا. يعني بصوا انا بقفل بالوقفه البلاستيك دي عندي احسن. ليه؟ لان انا زي ما انا قلت بقى، اللي واخد باله من كلامي، ان لو حطيت اي حاجه خشب هيبتدوا يقرقضوا فيها عشان يعملوا العش بتاعهم، فممكن يهربوا بعد كده، فنخلي بالنا ونقفل دايما القفص كويس قوي، والبيبان الجانبيه وبيبان البياضه، يعني بصراحه نحكم ايه الـ يعني نحكم القفل عليهم قوي، لان هم بصوا الهروب الكبير اتعمل الفيلم ده منه، تمام؟ فخلي بالكم من النقطه دي. برضو عايزه انبهكم لحاجه، طبعا النظافه شيء مهم جدا للطيور دي عشان ما يجيش الفشو، احنا في الصيف ونخلي بالنا من النقطه دي كويس قوي. اللي بيحبوا جدا ميه الاستحمام، انا اتكلمت عن الاكل واتكلمت عن النظافه بس كده، ده تقريبا كل حاجه خاصه بالطيور الروز والفش. عايزه اقول لكم على حاجه، ما ينفعش ابدا ان احنا نجوز فشل لروز، بيطلع حاجه اسمها بغل، البغل ده بيبقى عقيم، ما بينفعش ابدا ابدا ان هو ينجب ويتكاثر بعد كده، فما فيش حد يقول اجوز فشل لروز.
تمام كده، بس حجم القفص ما يكونش قفص زي بتاع مثلا البادجي او الزبرة والكلام ده، لا بناخد حجم قفص اوسع شوية، وانتوا شايفين حجم القفص اللي هم فيه. البيبان لازم تكون متقفلة كويس. في حاجة بقى كمان ناقصة في الفيديو ده النهاردة، هو فترة الرؤية عن البيت. لازم نفرق ما بين فترة الصيف وفترة الشتاء. هو في التوتر بتاعه تقريبا يعني تقريبا من حدود 20 يوم ل 24 يوم. في الصيف ممكن مثلا يقل يومين عن كده، يعني ممكن تلاقوا في 18 19 20 ممكن يحصل فأس عشان الحر. في الشتاء ممكن نعدي ال 24، ممكن 25 26، اكتر من كده ما بيبقى صعب شويه. بس برضو عايزه اقول لكم على حاجه، فتح البياضه كتير على البيت بيعمل كبس للبيت. ليه؟ لان انت كده لما بتفتح الباب بتعمل ضغطة هواء جوه تاني على البيت، فممكن يكبس مننا البيت. فنخلي بالنا احنا نفتح بس من فوق نشوف البيت تمام. طلعت الاهالي تأكل بعد 10 ايام من اخر بيضة، ابتدي اكشف على البيت وهو جوه ما بلمسوش بايدي خالص. اشوفكم على خير في الفيديو.